نادية بتوتية، مصممة أحذية، في عمري 26. درست اللغة الإيطالية في جامعة بني مسوس، من بعد بديت الأحذية، بديت التصميم ديالي تاع الأحذية. كان معرض تاعي الأول اون 2013، هضرت على ليسوار دو لا شوسور دوبوي لونتيكيتي جوسكا نو جور، وين صممت أحذية ماري أنطوانيت وبعض الأحذية تاع وقت التاريخ. دوكا ولات ميتي، دوكا دخلت في لو دومون تاع لا شوسور. مادا بيا كيما يقول لا شوسور تاعنا تكون كون في الكوتي مونديال، يكونوا كامل الناس يعرفوها. وكانت في ديبي كانت هوايه، سي فري كنت نعرف غير نرسم برك، ما كانش عندي لي موايا باش نكري لي موديل ديالي وكلش. دركا صافا الحمد لله، راني قدرت نتجاوز هاد المشاكل والحمد لله. نخدم كامل انواع الاحذيه، بصح نفضل الاحذيات اللي يكونوا اورثوبيديك، يعني نقدروا الناس يلبسوهم يكون عندهم كيما يقولوا حاجه مليحه الراحه ديالهم. بصح نحب تاني كلا شوسور مودرن تراديسيونال تاني كو ميم طون، مي نخدم كامل الشوسور سون اكسبسيون. مون انسبيراسيون بور لا شوسور كلاسيك لي ريشيليو لي ديربي. ديجا بديت المعرض ديالي بالاحذيه ريشيليو اللي هي كلاسيكيه، لي كاع المصممين عاودوها كيما كريستيان لوبوتان جيمي شو. دونك نحب بزاف لي ريشيليو، صافي في تري كلاس لا شوسور كلاسيك. اول تصميم تاعي سنه 2009 درت لا شوسور ريشيليو، جي لي كوستوميزي بور افوار سيت ايفي فلويو. Les couleurs, les canaux d'un couloir en 2009 qui ont très tendance, le pistache, le rose, le jaune, pour avoir un effet qui met colo extravagant. قمت بعدة معارض ومنها معرض الأحذية الشوسور سيكوريتي. C'était en 1er novembre où on modifiait quelques modèles de chaussures de sécurité d'être extravagant, mais je n'ai pas pour exposition. كاين هاد لي موديل اللي درتهم تاع رونجرز و دي ماغنوم. جي يوتيليزي دي كولور فلويو افيك دي موتيف بور افوار ليفي 3D. وحاليا راني مع شركة ماكفير لصناعة الأحذية. لي موديل اللي كانوا كامل في راسي انني رياليزيهم سوغ بابيي، ومن بعد نبداو في التصميم. بالنسبه لتسويق الاحذيه حاليا انا راني مع شركه ماكفيل اللي شجعتني وفتحت لي ابوابها باش نخدم في الاحسن، ولما لا نديرو التسويق في البلاد وخارج البلاد.